كان طريقهم طويلا ومعقدا، وخلال رحلتهم من تعز إلى العاصمة السودانية الخرطوم تعرضوا للكثير من المعاناة والإجراءات الروتينية التي قالوا أنها ضاعفت جراحاتهم. وفي أوقات كثيرة أحسوا أنهم غير قادرين على الوصول إلى هنا، فقد تم التراجع عن الوعود التي كانت تمنح لهم مرارا. ووفقا لمحافظ محافظة تعز علي المعمري، فهذه الدفعة هي الأولى التي تم تسفيرها على اعتبار أن هناك دفعا أخرى يجري الاستعداد لنقلها إلى الخارج بدعم من دولة الكويت ومن فاعل خير طلب عدم ذكر اسمه. وكان الجرحى قد أطالوا البقاء والانتظار في عدن ورفعوا من هناك أصواتهم. يعني خلاص ضحينا بنفسنا ودحين مرقوبة بنا، الآن أنا مقتول من النص، لا سفر لا أي حاجة مقدول بيانا. الإصابة حقي بالعمود الفقري، يعني الإنسان الآن ما قدرش يتحرك، والحما خلصنا إحنا من جهة ثانية، وشعني شلال يعتبر أنا شلال نصفي. وصول عدد من الجرحى إلى الخرطوم لا يعني نهاية ملف الجرحى في تعز وباقي المحافظات، فهناك المئات ممن لا زالوا يتوجعون في تعز ويصطفون وحيدين في شوارعها ويحتاجون إلى العلاج والاهتمام، فيما ينضم إليهم أيضا أعداد أخرى ما زالت دماؤهم تنزف في الجبهات وداخل الأحياء والمنازل.